تعالهم معلم. بابا شو صار؟ مشي الحال، انحلت القصة. بابا فهمني شو صار. يلا ابني. بابا ايجا سكتي، يلا فوتي، يلا يلا سرعة. ابني تحمل. شو هاد؟ على مهلك على مهلك على مهلك. شو صاير؟ الشاب منصاب والرصاصة طلعت، انت وقف الدم وخيط الجرح وانقذ الشاب. يلا بعد يا عزيز ساعديني ايجي. بس فهموني شو اللي عم يصير بابا؟ مين قوصه؟ ليش ما عم تاخدوه على المستشفى؟ ايجا اشتغلي وبلا حكي بنتي، يلا ساعدي الدكتور. لا بابا لا ما بصير، لازم ناخده على المستشفى، بركي صار له شي. اهدي شوي رح نحلها. واثق انك رح تحلها يا دكتور. يلا مين هذا الشاب بابا؟ وليش لحتى نفوت حالنا بمصيبة مشانه؟ يا ترى فيك تشتغلي وانت ساكتة ولا لا؟ اذا ما بتقدري اطلعي من هون. كينان كينان شو عم يصير له؟ اغمي عليه من الوجع. انتوا طلعوا لبرا، رح نضل انا وايجا. يوجر ليك هذا الشاب رح يعيش وانت رح تنقذه، وغير هيك ما رح ارضى. كيف وضعه؟ عملنا يلي بنقدر عليه، الشاب محظوظ لانه الرصاصة طلعت. ايجا هلا عم تكمل. يسلموا يوجر، انا ممنون لك. العفو. شكرا. مين هاد بابا؟ ما حتقول؟ شخص ما بعرف شي عنه وعم خيط له الجرح، هاد الشي جريمة. اللي عملناه قليل يا ايجا، قليل كتير. كيف يعني؟ هذا الشاب البطل اللي قدامي كان رح يروح حاله حتى ينقذني، ونط بوش الرصاص. لحظة لحظة، فيك تفهمني القصة أكتر بابا؟ في واحد حقير قوص علي من بعيد بالمينا وكان بده يقتلني، وهذا الشاب البطل نط لحتى يحميني وانصاب. يعني قصدك إنه هذا الشاب كينان؟ كينان أنقذك من الموت مو هيك؟ صح يا بنتي صحيح، ولهيك شو ما عملت قليل. شو صار؟ ايمتى كبرتي وصرتي دكتورة؟ على فكرة لساعتك لهلأ بنظري ايجا الصغيرة. وانا كمان بتمنى اني ضل دائما بنت صغيرة بنظرك، بركي ساعتها بيكون صعب عليك تتركني. من وين طلعتي بهالحكي هاد؟ انت مفكر لانه نحن كبرنا ما عاد نحتاج ام واب بابا؟ نحن منحتاجهم دائما. لما ماتت أمي أنت ربيتني، وإذا رحت أنت كمان ساعتها بكون خسرت أمي وأبي بنفس الوقت. تعي لعندي، تعي تعي لا تبكي. كنت ممكن أخسرك بابا، أنا ما صدقت لقيتك من سنين، كنت حرجع أخسرك. أنا مالي ناوي روح لمكان بعد اليوم. مسح يا دموع. أوه يلا فوتي لجوا، لازم نضل جنبه. معلم شو لسه ما فاق؟ إجا قالت عم ينام من الوجع، أكيد هالبطل رح يصير منيح، منقول إن شاء الله. حطيت الشباب حوالين الفندق وخليت رجال الأمن يطلعوا لفوق. منيح،
روح هلا ودور لي على هالتافه اللي قوص عليه اليوم، وبدك تجيب لي اياه لهون. بأمرك معلم. بدك شي؟ كنان؟ هذا حناخده على الغرفة لما يفيق، ماشي؟ هن اللي عملوا هيك؟ عائلة دمير أوغلو؟ رح نعرف عن قريب. وبعدين؟ هنن ولا غيرن؟ وبعدين بابا؟ رح تعمل معن مثل ما كنت تعمل. ما رح تخلص هالقصة بابا؟ هيك ما رح نخلص أبداً. أنا كان لازم أقطع رأس الأفعى من زمان. لو عملت هيك كانت ناس بيناتنا اليوم. عم يعملوا هيك لأني عم دور على ناس، مع أني ما كنت متوقع منهم أنه يعملوا هالحركة أبداً. شو في هالنظرة؟ الناس المناح هيك بتكون نظرته، وأنا شايف هالشاب منيح كتير. هزال، شو عم يصير؟ هزال، حرارته مرتفعة، عم يهلوس. هزال، لا تروحي، لا لا تروحي. لا تروحي هزال. هلأ بيرتاح. هزال هزال يجي بنت، شو عم يصير؟ عم يصير معه نوبة ولازم ندفيه. هزال هزال هزال، لا تعملي هيك كنان. يا ابني ارجع لوعيك. لا إيجي اعملي شي يا بنتي، يلا خليه يصحى. إيجي هيك ما رح يمشي الحال، الولد ما عم يفيق أبدا، يمكن صار لازم ناخده على المستشفى. خلينا نستنى إذا ما نزلت حرارته ناخده. إيه
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام أحمد. تعال عود. لا عندي شغل. كنان ما رأى لعندكم؟ لا، قال إنه رح يروح لعند أخيوس ياخد القارب. إيه، واتصل وقال إنه راجع وأنا عم دور عليه وتلفونه مسكر. طول بالك، لا تضوج، اهدى. ليك إذا إجا وشفته قل له إني عم دور عليه. طيب ماشي، بقول له. وإذا أنت شفته قبلي كمان خبرني. إيه إن شاء الله. صار معه تسرع وضغطه عم ينزل. غزال بابا، خايفة تكون عم بتجي بحالة. هزال 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 هزال، يلا افتح الباب. هزال هزال، إجا شو عم يصير؟ ما بعرف بابا، ما بعرف. ابني اهدى شوي. اهدى شوي عود، انا لازم روح بسرعة. طيب اهدى ابني، حتروح. اهدى، لسه من شوي فقت. طيب متذكر انت وين؟ وين انا؟ كان مغمى عليك بس هلأ احسن شوي. هزال هزال، وين تليفوني؟ حطيت لك يا بالشحن، رح جيب لك يا. تفضل لهون، تفضل. شو عم يصير؟ الرجال حب يشم شوية هواء. هذا الشي ما بصير، قبل نص ساعة قلبه وقف. عن جد؟ كنت ميت يا خال؟ لا، مو لهالدرجة هي، بس رحت ورجعت. بابا بترجاك خليه يتسطح. تركي الرجال يشم الهواء، رح يمرض أكتر بسبب ريحة الدواء والدم. خلي يجي الهواء النظيف على وشه، هيك رح يطيب بشكل أسرع. أنا منيح خال. يسلم. ليش شو عملت يا ابني؟ شو عملت؟ كان فيك تتركني وتروح بس ما عملتها. ساعدتني رغم أنك حطيت حالك بمصيبة كبيرة. شو هالكلام اللي عم تحكيه؟ ابني أنا لولاك كنت مت من زمان. بعدين لو أخذتني الشرطة وقعت بمصيبة شو رح يصير؟ أنا تعلمت أني ما خاف غير من الله، مو من العباد. مين هدول يا خال بتعرفهم؟ أنا ما عرفت حدا غدار هيك بحياتي، بس هلأ عرفت. بس إذا عم تسألني إذا بشك بحدا، في واحد بيعملها بس عن قريب رح نكشفه. انت قلت لي من قبل انك فتت على السجن يا خال، وهالشي كان بسبب شخص. هو اللي تسبب بفوتي على السجن، بعدين بنحكي بهالموضوع ابني. اي طيب. اخي فيني اقول لك شيء؟ احكي. انا شوي وبيجي. طيب ما قدرت تلاقي غير هدول. يسلموا. بس شو ما عجبوك؟ يعني مبلا، بس هالشغلات ما راح تناسبني. برأيي بيطلعوا حلوين. على كل حال شو ما كانوا بلبسهم مو مشكلة. يسلموا إيديكي. لا العفو، صحيح ما لازم تضل هون، انت اخذت كتير مسكنات وبعد شوي بيروح مفعولة. اه
بس ما رح موت ما؟ أنا ما قلت هيك، بس حتتوجع. لا تواخذيني، بس أنت عن جد دكتورة مو؟ يعني قصدي لساتك صغيرة ومو مبين عليكي، لهيك ما عم بستوعب. عن جد أنت غريب. شكرا. تعبى شحن. وأخيرا يسلموا إيديكي، هذا أحلى خبر. الله يلعن هالحالة. يعني نحن قدرنا نهدي أبي، بس كنان شو حيعمل؟ رح يروح ويقتل فورال. ما رح تقدري توقفي، رح يقتله من دون ما يرف له جفن. نحن لازم نساوي شيء. عم يتصل، هذا هو كنان عم يتصل. هزال، لا تردي عليه، لا تردي. لا تردي. لك يا ابني، اذا هذا الشغل مش منيح وكانوا مصرياته حلوين، والله لنصير ملوك. اوف، ولك ابني وينك انت؟ شفتك دقلي كذا مرة، بس لهلا لحتى قدرت حاكيك. انت منيح؟ ايه منيح. في مشكلة؟ منيح، لا تقلق. طيب شو عملت مشان القارب؟ اخذته اخي، بحكي لك بعدين، القصة طويلة كتير، انا ما رح اجي اليوم. ايه؟ شو القصة؟ خير؟ يعني انا بتششمي عم بتسلى مع رفقاتي. عم تتسلى لكان؟ آخر أيام العزوبية. إيه، انبسط لكان. ماشي يا أخي، طيب أنا رح حاكيك بعدين. اسمع، لما دق لك رد علي فورا. ها، طول النهار ما رد علي. يلا سيدي، كله لخير. أنا رح روح على الشرطة. شو عم تقولي؟ شو اللي بدك تعملي يا بنت؟ أنو شرطة هاي؟ عم نقول إنه ما بدنا نخبر حدا وأنت بدك تخبري الشرطة؟ لك يعرفوا، أنا بدي اشتكي عليه وخلي الكل يسمع. ما بيصير، اهدي شوي وعدي هزال، بترجاكي. لك شو، أنت مجنونة؟ اهدي وارجعي لعقلك. ولك أنا بدي موت. لو الإنسان بينفد بالموت كنا تركناكي تموتي. إذا متي حيصير الموضوع أسوأ، والكل رح يعرفوا، وأبي وكنان رح يصيروا مجرمين. يا ربي بترجاك ساعدنا. هزال، نحن لازم نلاقي شي حل. بهيك ظرف ما فيك تفكري بحالك وبس، لازم تساوي الشيء اللي رح يكون أحسن للكل. يعني إذا ما لقينا حل، في كتير عالم منحبهم رح يخسروا حياتهم. احكي، قولي شو بدي أعمل. يلا قولي. رح تتجوزي فوران. شو؟ ليش عم تطلعي فيي هيك؟ كأنه في حل تاني غير هاد وأنا مانعته عنك؟ رح تنقذي شرفك وشرف أبي كمان، ورح تنقذي كنان من السجن. لا بموت وما بتجوز هالحيوان. طيب لكان، عندك حل تاني؟ يلا قليلي، قولي لنفسه. ليكي، الكل يحكوا هيك، الكل يحكوا، حتى أبي يحكي، بس أنتي لا تقوليها، بترجعكي لا تقوليها. ولك أنا قلبي وروحي معلقة بكنان وبس، عم تفهمي؟ ما فيني أعيش من دونه أبدا،
وما بدي أعيش بنوب. قبل ما أتجوز هداك الرجال مستعد أقتل حالي ويصير اللي بده يصير لما أموت. عن جد؟ ليكي مين عم يتصل؟ كنان عم يتصل وهالمرة رح رد وانتي حتشرحي له يلي صار لنشوف اذا رح يفهم. اللي رح يعمله كنان انه رح يصير قاتل وانتي بعدين رح تشنقي حالك ولا حتزتي حالك من فوق الجبل. القرار صار عندك. الو ايه برو؟ ليش ما عم تردوا على التليفون اختي؟ والله مت من الخوف. اذا غزال قدامك عطيني اياه. الو الو عم تسمعيني؟ الو انا غزال. غزال حبيبتي. الو غزال انت عم تسمعيني حبيبتي؟ شو ما عندك تغطية؟ الو عم بسمع. ليش ما عم تردي هزال؟ رديت؟ حبيبتي انتي منيحة؟ صوتك مانو منيح. لا منيحة بس نمت. طيب حبيبتي كملي نومك، أنا بتصل فيكي بعدين ماشي؟